سلام تنستلن ودي چانالا چين بتسابو چين هو كساتو مرجو چكار تغابو مارك اسنن مرجو چين انت تكتاتلون با اكبوت بمقابزنو يساتو مرجو تكرت يميادرگو بإثيوبيانا بسومالي لاند مكاكل يودب كري تفزمو يودب كري وول زوريا يشينانا روسيا مانجستات أقوام مين ليون يشلال ويس مين مسلال بملو زوريا يونال بإثيوبيانا سومالي لاند مكاكل يتفرمون يولس من منتين تكتلو بركاتا هاگرات بعلماكهو هيگ مسرت يسوماليا يجزات عندنت لكبري قبال يمل ملاش يسطوسي هون يچاينانا راشيا ملاش اسكاوندرس من ليوني چلال يملو بزوچن سيان نگاگر كويتوال كزيگار بتيازي ينم بقلي يجلن ملكتنا كتلايو يمرجع من جوش يجنيو أشور مرجعوشين لننت لما قرات وددك تشاينا عندما تتوقعو تايوانين ودراسوا قزات سر لما كاتت كميرابايان غار بكفتن يتقلوز تجنيا لج تشاينا تايوانين لما تقلل يتلايو دبلوماسي منغدوشين بمتك أملاي ستجين ييكال تجالي بحيلين بيهون علامان لما ساكات كفتن يترت بمدرق لاي تجنيا لج تايوان يهاجرنت اوكنا بچاينا نا وسن هاجرات اما كانت بايستاتم بميراوايان جن اوكنا اجن تالج سلزي چاينا كسوماليا غار تمساساي فتنا سلالبت لسومالي لاند يهاجرنت اوكنا تساتالج تبلو اي تبكم كزي غار بتيازي بسوماليا مانجست تياكي يكربلت يچاينا مانجست انيام تمساساي فتنا سلالبن يسوماليا يجزات عندنتن كماكبر وچي ليلا منم يمنلو نگر يلم بمالت ملاشة توچول بزيوم يسوماليا مانجست عدقابي ملاش بالماغنيتو تبساي توال ሌላኛው ሀገር ደግሞ ራሽያ ሲሆን ራሽያ እስካውንድረስ በመስራቅ አፍሪካ በሶማሊያና ኢትዮጵያ መካከል በተፈጠረው ውጥረት ዙሪያ ችግሩን ተነጋግራችሁ ፍቱ ከመአለት ውጪ ጠንከር ያለ አቋም አላሳዩ ራሽያም ልክ እንደ ቻይና በቀስቀዘው ጦርነት ወቅት ያጣቻቸውን አገራትን ለመሰብሰብ የሞት ሽረት ትግል በማድረግ ላይ ትገኛለች በተለይም ላለፉት 2 ዓመታት ከዩክሬን ጋር የምታደርገው ጦርነት አሁንም ተባብሶ እንደቀጠለ ነው ስለሆነም ራሽያ ለራሶ ብዙ የቤት ስራ ስላለባት ከኢትዮጵያም ከሶማሊያም ከሶማሊላንድም ጎን ትቆማለች ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው ሩሲያ ለትል የምትችለው እንደማንኛውም ሀገራት በአለም አቀፍ ህግ መሰረት የሶማሊያ የግዛት አንድነት ሊከበር ይገባል ከመአለት ውጪ ከየትኛውም ወገን ላትሆን ትችላለች እንዳውም በሂደት ቀይ ባህርን ከኢትዮጵያና ከሶማሊላንድ ጋር በመሆን ለመቆጣጠር ያመቻተ ዘንድ ለሶማሊላንድ የሀገርነት ዕውቅና ሊሰጥ ትችላለች የሚል ጥርጣሬ አሳድሯል በአጠቃላይ በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል በተፈረመው ውል የተነሳ ዓለም ግራ የተጋባበት ሲሆን እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ በአቋማቸው እንደጸኑ ይገኛሉ። ሶማሊያም ድምጿን ከፍ አድርጋ የይድረስልን ጥሪዋን ቀጥላለች። እኛም የባህር በር ያስፈልገናል ብለን ሙጭጭ ብለናል። በቀጣይስ ይህ ጉዳይ በምን ላይ ይደምደም ይሆን ወይ ደሞ ይቋጭ ይሆን እድሜና ጤና ይስተን አብረን እናያለን ቸር ቆዩልን መልካምን ሁሉ ይመኝላችኋለሁ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጠየኩኝ በቀጣይ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብቱ